بداية قوية وغير متوقعة للدوري المصري في موسمه رقم 55 الذي انطلق في 14 من شهر أكتوبر الماضي وشهد 53 لقاء في جولاته الستة الأولى قبل أن يتوقف لمدة طويلة لإتاحة الفرصة للمنتخب الأولمبي للاستعداد القوي لخوض التصفية النهائية والحاسمة لدورة لندن الأولمبية التي يبدأ مشواره خلالها بمواجهة الجابون في 27 من نوفمبر الجاري. 144 هدف شهدت المسابقة قبل توقفها بنسبة تزيد عن 2.7 هدفا في اللقاء الواحد، وثلاث أجهزة فنية رحلت في انتظار مزيد في الموسم الاستثنائي الذي بدأ ب19 ناديا لأول مرة منذ انطلاقته الأولى عام 1948 في شهر أكتوبر. أيضا في سباق القمة حجز الأهلي مقعده المفضل بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة عقب تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها بشق الأنفس على إنبي، يلي حرس الحدود المفاجأة السارة للجولات الستة الأولى بعد تخطيه خسارة البداية أمام الأهلي وحصده ل13 نقطة على التوالي. في المركزين الثالث والرابع يوجد الثنائي مصر المقاصة الذي لم يعد تألقه مع طارق يحيى جديدا، واتحاد الشرطة الذي أثبت شخصيته كفريق كبير بفوزه الذهبي على الزمالك في الجولة السادسة ليؤكد أنه يسير في الطريق الصحيح رغم رحيل مديره الفني طلعت يوسف والعديد من نجومه بداية الموسم الحالي. الثلاثي الكبير الزمالك والمصري والإسماعيلي يحتلون المراكز الخامسة والسادسة والسابع برصيد واحد هو 10 نقاط، وهي مراكز لا تليق بتاريخهم أو حاضرهم، لا سيما الزمالك الذي بدأ الدوري بشكل مثالي وحقق أكبر انتصار في المسابقة على حساب غزل المحلة بسداسية مقابل هدف قبل أن يعاود تراجعه ويخسر نقطتين أمام طلاع الجيش في الجولة الثالثة، ثم فرط في تقدمه على الشرطة في الجولة السادسة وخسر للمرة الأولى هذا الموسم. تليفونات بني سويف والحصان الأسود للدوري حتى الآن، حيث جمع الفريق 9 نقاط وضعته في المركز الثامن في الجدول في أول مواسمه مع الكبار، وهو بكل تأكيد أفضل حالا من رفيقيه في الصعود غزل المحلة والداخلية اللذين جمعا 2 ونقطة على الترتيب واحتلا المركزين 18 و19 في ذيل الجدول. في المركزين 9 والعاشر يتواجد الجونة ووادي دجلة برصيد 8 نقاط، حيث صمد أبناء أنور سلامة في وجه الخسارة وحقق زملاء عاشور الطاق 2 انتصارين و2 تعادلين ولم يخسر إلا لقاء واحدة، وبدأ الفريق في أفضل حالاته رغم الظروف الصعبة التي مر بها عقب الحادث الذي تعرضت له حافلة الفريق وغياب مديره الفني البلجيكي وولتر ميوس عن قيادة الفريق خلال مواجهات الخمسة الأولى. طلاع الجيش وبتروجيت والاتحاد جمعوا 6 نقاط حتى الآن واحتلوا المراكز من 11 إلى 14، وإذا كان أبناء جعفر وبصري قد قدما أداء مقبولا إلى حد بعيد، فإن تراجع زملاء الحارس الهاني سليمان وخسارتهم 8 نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة صار لغزا يحتاج حلا من مدرب الإسباني خوان ماكيدا حتى لا يجد زعيم الثغر نفسه في موقف لا يحسد عليه نهاية الموسم كما هو حاله الموسم الماضي. أما المراكز التي يتهدد أصحابها الهبوط منذ البداية مع المحلة والداخلية فيتواجد فيها الإنتاج الحربي وإنبي والمقاولون وسموحة ب5 و4 و3 نقطتين على التوالي، وبات لاعب هذا الرباعي بحاجة إلى استغلال فترة التوقف الطويلة لمعالجة القصور وسد الثغرات على أمل تدارك ما فات عند استئناف المسابقة.